أثناء تعرض الولايات المتحدة دفع مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات حول اليخوت والقصور والأصول الأخرى التي يمتلكها الأوليغارشيون الروس، وذلك من خلال برنامج كريبتوكراسي لاسترداد الأصول الذي تقدمه وزارة الخزانة الأمريكية. ومن خلال البرنامج تمنح مكافآت مقابل المعلومات التي تؤدي إلى تقييد الأصول المسروقة أو مصادرتها أو إعادتها إلى الوطن في حساب مؤسسة مالية أمريكية أو التي تدخل الولايات المتحدة أو التي تكون في حيازة أو سيطرة شخص أمريكي.